حملة إغاثية جديدة يطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يستهدف من خلالها تقديم يد العون لعشرات الآلاف من المتضررين جراء الأحداث التي تشهدها البلاد، حيث وصلت إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت العديد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والغذائية لنحو 300 ألف من النازحين والمحتاجين في 16 مديرية في الوادي والصحراء، ناهيك عن توزيع مئات السلال الغذائية للمصابين بمرض السرطان في مناطق الساحل. تشرفنا في إطلاق الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية باستقبال وتدشين مساعدات مركز الملك سلمان التي هي خصصت لمديرية وادي حضرموت. الحملة عبارة عن 50 ألف سلة غذائية ستستهدف 300 ألف مستفيد من المتضررين والنازحين من الأحداث الأخيرة التي تدور في البلاد. محافظات شبوة ومأربة والجوف هي الأخرى لم تكن بعيدة عن جهود الإغاثة، حيث يعمل القائمون على هذه الحملة في إيصال المساعدات لمن تقطعت بهم السبل في تلك المحافظات. الحملة لم تقتصر على مديرية وادي حضرموت، بالأمس استقبلت محافظة شبوة 30 ألف سلة غذائية، وكذلك محافظة مأرب 20 ألف سلة، ومتوقع أن تستقبل محافظة الجوف يوم غدا 20 ألف سلة غذائية. كل هذه الحملة ممولة مركز الملك سلمان لإغاثة الأعمال الإنسانية. وتأتي هذه المساعدات العاجلة ضمن جهود تخفيف المعاناة التي يعيشها غالبية السكان، خصوصا في شهر رمضان المبارك، في وقت تحذر فيه المنظمات الدولية من تزايد أعداد الجياع في البلاد. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.